كيف يا والد؟ ربنا ولك الحمد. نعم. للإمام والمأموم؟ الصواب أنها للاثنين معا. الصواب الذي عليه المحققون أنها للاثنين معا. أيوة، سمع الله لمن حمده. بعد ما يستقر واقفا يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، أربع صيغ. وبعدين ما زاد ملء السماء وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي ولا إلى آخره، ما في مانع. يقولها بعد أن يستوي واقفا. والمأموم يقولها. لا، بعد ما يقف أصلا فضيلتك القيام من الركوع هو إيش؟ سمع الله لمن حمده. الإمام والمأموم، حتى المأموم يا أخواني ترى المأموم يقول كل شيء وراء الإمام. حتى المأموم يقول سمع الله لمن حمده. على القول الصواب من أهل العلم، وإن كان عند بعض المذاهب يقول لك أنهم يقول ربنا ولك، ربنا ولك الحمد، لكن الصواب أنه فإذا كبر فكبروا. أنك أنت تقول وراء الإمام كل ما يقول قوله الإمام، هذا القول على قول المحققين، واختاره شيخ الإسلام، واختار ابن القيم، بن باز، بن عثيمين، وجلة مشايخنا يقولون بذلك. لكن من كان يرى على قول إنه هو إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد، لا حرج، خلاص هو تمذهب على مذهب، لكن يقولهم بعد أن يكون إيش؟ منتصبا قائما، منتصبا. أي كل زيادة ما في بأس، بل هذا رواه مسلم من حديث ابن عمر قال عجبت لها ابتدرها 34 ملكا أيهم يكتبها أولا. قال الشيخ الإسلام ابن حجر في فتح الباري عد حروفها 34 حرفا، وكأن كل حرف من ثقله وجماله استلزم ملك، كل حرف من ثقله وجماله استلزم أن يقوم ملك بيش بحمل هذا الحرف. ولذلك هذه أنا يعني فعلا يعني أثر في كلام هذا الرجل لما كان يقول إن سبحان الله مسألة كلما استفتح كتابا رجع إلى صفة صلاة النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن فعلا هذه مسألة تحتاج إلى التأني وإلى البسط شيئا شيئا فشيئا، حتى كما في حديث رواه أحمد والبخاري من حديث مالك بن الحويرث وصلوا كما رأيتموني أصلي. انظر شباب أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام لم يوصهم إلا إذا حضرت الصلاة فأذنوا ولأمكم أقرأكم وصلوا كما رأيتموني أصلي، لعظم أمري الصلاة.